ديال الشعوذه اصلا في عاشوراء كتكثر بزاف، وخصوصا في الاحياء الشعبيه اكثريه كتكثروا، انه كتلقى وحده اما كتسحر لصاحبها، ولا كتلقى مرا كتسحر لصاحبتها، ولا كتلقى وحده شافت وحده احسن منها مع راجلها وكتسحر ليها. هادشي الصراحه ما كينفع بوالو، غير كيخرجوا على ريوسهم وكيخرجوا على الناس. ومثلا شي وحده كتحمق صاحبها كتخرج عليه، خصوصا كثرت، نقول لك الصراحه كثرت في المدينه، احياء اللي شعبيه اكثر بحال هكا كيكثروا الصراحه. اه كاينه صاحبتي كانوا سحروا ليها شحال هذه، سحرت لها صاحبتها وحده اخرى كانوا وحده. دابا صاحبتي كانت مصاحبه مع واحد البنت وسحرت ليها، وش غنقول لك مسكينه دوزات العذاب الاليم اللي ما عمرو شاف شي وحده دوزاته مسكينه، ولكن ربي سهل عليها وتحيد لها داك الشيء، والله يسهل عليها من هذا المنبر. ديال التاثير ديال السحر عليها، نقول لك بحالها كيخليك انك ترجع اللور، ما تعيش الحياه ديالك وتعيش كئيب في حياتك. باش نحاربوا السحر والشعوذه شنو السلاح الوحيد؟ هو الصلاه والقران. شي تكثر من القران والصلاه قسما بالله انه ما يقاسك حتى حاجه، حيت كيشوفوا بحال شي خط احمر، انه ما يمكنش لا يوصلوا لذاك الشخص ولا هذه. وشكرا بزاف. دايره هذه راه ما موافقاش مع بلاد المسلمين في مره، راه اللي مسلم كيعرف بينه وبين الله. وثاني حاجه اللي كيسحر لشي واحد ولا اللي كيبغي له الشر ولا شي حاجه، ربي غادي يحاسبه على هذا الشيء اللي كيدير. وراه الحمد لله راه حنا ولاد الناس، واللي كنبغيو لراسنا راه كنبغيو حتى للعباد. الوالده ديالي راه الحمد لله راه دازت من شي حوايج اللي ما يمكنش، وتعرضت لواحد السحر وكنت انا موت انايا بسبب داك الشيء. وراه العائله ديالك راه كدير المشاكل وشحال من حاجه، وبنادم براني كتعرفو زوين وشحال من حاجه. راه الحمد لله السحر راه قايب بزاف وما يبغي حتى شي واحد. راه الماكله ما بقيناش كناكلوها برا، وما بقيناش كنثيقوا حتى في صحابنا ما بقيناش كنثيقوا فيهم عطاونا الماكله. وهادشي اللي نقول لكم، ولا يفلح الساحر حيث اتى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هي الصراحه دائره الشعوذه راه دائره اللي منتشره عندنا في المغرب كامل، ومنتشره حتى في العالم، فهمتيني؟ يعني هاد الشعوذه هادي راه بزاف كتوقع بالنسبه للعاشوراء بالضبط. كيبداو قال لك كيف تسميت بويا ما تشعايله كدوز شي مشعوذه كذا، هادي كتهز داك ما عرفتش كيقولوا لها التقاف ولا ما نعرف كذا، هادي كتبدا تلوحها في العافيه، فهمتيني؟ وهاد الشيء راه كضرب الشاب المغربي ولا الشباب ولا اي واحد من فئات المجتمع، كتسيء يعني كطيح بالمغاربه وكطيح بجميع مختلف انحاء المدن. بزاف اللي مساكن كتلقاه في الشارع ما لاقي ما يلبس، كتشوفه بخير كان كيقرا، كان خدام بخير عنده صالير مخير، فهمتيني؟ ولكن شنو كتجي شي وحده كذا هادي ما عرفتش اي ما عرفت ما حاملاش ولا شي لعبه كبدا تعطيه تاكل كذا الضايف، واجي تاكل معايا كذا هذا، ملي كياكل داك الشيء كطرى له شي مشكل. ملي كيمشيو يديوه عند راقي ولا شي لعبه كيقول له هذا راه موكلين والساحر ماكول ولا مشموم ولا هذا، حيت كاينين بزاف ديال انواع السحر. انواع السحر شنو كتعرف على انواع السحر؟ كاين الساحر المشموم، كاين المقروء وكاين الماكول، فهمتيني؟ هاد الانواع ديال السحر كاينين خطيرين، فهمتيني؟ وكاين انواع عاوتاني ديال السحر الاحمر، السحر الاسود، بزاف ديال كاينين هادو عارفينها مواليهم صحاب السحر والشعوذه. اولا السحر مذكور في القران، وتيقول لك الله لا يفلح الساحر من اي من حيث اتى، وهذوك الناس الله يهديهم. وقال لك عاوتاني الله ان اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك بشيء الا كتبه الله لك، يعني بنادم ما يخافش ودير اليقين في الله، ولكاش مكتبه لك شي حاجه بالسحر ولا بغير السحر غتوصل لك. بنادم يرد البال لراسو وصافي. حتى تكون عند شي بنت؟ لا لا انا مشينا ناكلي في دارنا صافي، مشينا. واصلا انا واحد الحاجه كاع ما كنامن بداك الشيء ديال السحر، عاش قلت لك راه الله اللي بغى يصيبك بشي حاجه غيصيبها لك، الله تيدير الاسباب باش غاتجيك ديك الحاجه. خاص بنادم يدير اليقين ديالو في الله. لقيتها شويه كتكون صعيبه؟ لقيتها شويه كتكون صعيبه حتى بنادم الله يهديه وصافي. تقول لك وحده مثلا ندير القوب لراجلي ولا يبغيني وكذا، هذاك الشيء راه ما خدامش وصافي. هو اللي نقدر نقول لك هي مساله ديال القيم بعدا كاينه، وديال المبادئ، وديال ان الانسان خاص يكون صحيح مع نفسه وصريح مع ذاته، ويعرف بان اليوم راه الدنيا وغدا الاخره، وبان كما تيقولوا كما تدين تدان، وبان حرام على هاد الناس هادو اللي تيأذيو بعض الاشخاص في هاد الذكرى هادي، لان هي ذكرى تنظن انايا للعباده والصلة الرحيم والاذر، مثل الانسان انه يحطم خوه المسلم. وانا كمغربي كالناس ديال المغاربه بس انهم هما يرجعوا للطريق الصواب بالنسبه للناس اللي كيقوموا بهاد الاعمال هادي، لا تمثل لا بالانسانيه لا بالدين ديالنا الحنيف،
وحنا صراحة كنتمناو لكل شيء الصحة والعافية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.